Good morning from MTV Alive. يسعد صباحكم مشاهدينا، منحييكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان والعالم، وبنتمنى لكم نهار موفق شو ما كانت مشاريعكم. صحيح انه اليوم الاربعاء نهار عمل عادي لتقريبا كل الناس، ولكن كثار منا بلشوا يفكروا بمشاريع الويكند، ان كان البحر او الجبل او حتى الاعراس اللي دائما بتكثر بموسم الصيف. وكلنا بنعرف انه الاعراس بلبنان الضخمه والفخمه، بتنافس اكبر وارقى الحفلات والمناسبات اللي بتصير بأبرز دول العالم، وهالشي بنعرفه من خلال الزوار اللي بيتفضلوا لعنا من الدول العربية والدول الأجنبية حتى يحضروا أعراسنا. وكلهم عندهم نفس الرأي إنه ما حدا بيعمل حفلات أو سهرات وما حدا بيحيي هالمناسبات مثل اللبنانيين. وهالسنة موسم الصيف كان حافل لإلنا، إن كان بالأعراس أو السياحة، بالرغم من الأوضاع الأمنية المتقلبة. مع سيرة الأعراس مشاهدينا، في عرسين تسجلوا بالتاريخ حبيت أخبركم عنهم. هون بدي رجعكم ل 31 أيار 1919، منلاقي أنه بها نهار تسجل أول عرس على متن طيارة، والعرسين كانوا عم بحلقوا فوق مدينة هيوستن الأمريكية لما قالوا I do أو نعم لمدى الحياة. كمان بنفس النهار، إنما عام 1991، بدي أذكركم بأكبر عروس سنًا، ميني مونرو كان عمرها 102 لما تزوجت من دادلي ريد اللي كان أصغر منها بعشرين سنة. واللي بيعرفوا هالكابل بيشهدوا إنه الحب والغرام اللي بيجمع بين هالثنائي ما شافوا مثله بحياتهم. خبرية بالفعل بتفرح القلب وبتذكرنا إنه it's never too late for love. وإذا بدنا نفكر بأغنية بتجسد هالحالة مشاهدين، بدي أذكركم بأغنية أنا كتير بحبها للرائعة وردة الجزائرية، عنوانها فرق السنين، وبتقول فرق السنين بين أي اثنين ملوش مكان بين العاشقين. خليني أشوف رأي زملائي بهالموضوع. صباح الخير تينا وإلي. هلو مقدمة كلها حب وزواج من يعني 1919 تعرف كل واحد بحب انه يكون عرسه مميز، ولكن في اعراس وظروف استثنائيه لهالاعراس بتتسجل بالتاريخ، وحلو انه نتذكرها. وبالاوضاع الاليمه اللي عم نعيشها حلو نتذكر كمان انه الحب دائما موجود. في اشخاص فقدناهم خسرناهم، تركوا حرقه بقلبنا، ولكن حبنا لهم بيبقى اقوى. صحيح انه الموت اقوى من الحب، ولكن الحب الموت أقوى من الحياة، ولكن الحب أقوى من الموت. وهالشي بعزينا شوي إنه حبنا لهالأشخاص رح يبقى بقلبنا. يعني هالخبرية رولا الواحد فيه يتجوز كذا مرة بعد بحياته، ليش لا؟ 102 اوه عن جد؟ في خبرية كمان امبارح كنت عم بقراها عن عريس، ما تستغرب ترجع تحتفل بزواجنا اللي بتتزوج زواج رولا بعد 20 سنة. ايه ما عندي مشكلة رولا، وخاصة إذا شخص كنا عم نحكي تحت الهواء يعني هيك، ما أكيد مش مهم كثير العمر، مش غلط. امبارح كمان في عرس صار بأمريكا، هي أكبر منه كمان، عمرها 94 سنة وهو 88 سنة. والشوي هيك طريفه انه التقوا بالنادي من 8 سنين بالجيم عم بيعمل سبور سوا، وهي اللي لحقته وهي اللي طلبت منه الزواج، وكمان عايشين حب وغرام حتى بهالعمر المتقدم. بس انا وندر انه بهالعمر 88 او 90 او حتى بين 75 وال 85، انه ما بحس الفرق بيكون شائع بهالفتره من الحياه. ما بيعود رقم صار مثل هيك مرحله معينه بالحياه، يعني بنصير كلنا بنفس الجيل. عرفتي؟ مش بين مش مثل ال 20 وال 40 يعني. كمان اهداف الزواج بتكون مختلفه بهالعمر، الواحد بده رفيق، بده كومبانيون بهالمرحله الذهبيه من حياته. ف اتس نيفر تو ليت فور لاف. نتمنى لكم الحب. سهر ليش لا؟ ليش لا؟ رقص. نتمنى لكم النهار كله حب واخبار حلوه مشاهدينا. رح نبدا اخبارنا نحن باب تو ديت، وان شاء الله معظمها تكون حلوه، التفاصيل بعد هالوقفه. خليكم معنا. The cat sat on the mat.
أخبارنا لليوم بأب تو ديت بتبدأ مع خبر عن السنة الدراسية الجديدة والهيئة أنه ما رح تفتح بوابها بالوقت المنتظر. المدارس نحو المواجهة وما رح نفتح بوابنا هيك بيقولوا. خبرناكم مشاهدينا بحلقات سابقة ضمن أب تو ديت احتمال خطوات تصعيدية رح تقوم فيها إدارات المدارس وتجمعات المدرسية نتيجة إقرار سلسلة الرتب والرواتب. الاحتمال صار حقيقة اليوم وكشف مصدر بالأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية عن التوجه إلى إصدار قرار بعدم انطلاق السنة الدراسية اللي من المفترض أنه تبدأ بشهر أيلول يعني بهالكم يوم الجايين. وشدد المصدر على أنه إقرار سلسلة الرتب والرواتب بما خص معلمي المدارس الخاصة غير مدروس ووضع إدارات المدارس المرغمة على زيادة الأقساط بمواجهة مع الأهل اللي بيعانوا أصلاً من عبء الأقساط. وكشف أنه قيمة الأقساط اللي ما قدروا الأهل يدفعوها السنة الماضية، عم نحكي عن السنة اللي مرقت بالمدارس الكاثوليكية بس، وصلت ل 32 مليار ليرة، رقم كتير كبير رح يرتفع حتماً إذا ارتفعت الأقساط هالسنة. كشف المصدر أنه وفد الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية سمع من رئيس الجمهورية موقف منتقد للسلسلة، وحتى سمعوا رفض تام للسلسلة من الوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان اللي أيدوا وجهة نظرهم هن. وقال رموا النواب كرة النار عنا ولكن رح نرد لهم إياها، بداية رح نتجه إلى عدم الالتزام بالسلسلة وعدم دفع الرواتب مع الزيادات المقررة، ورح نحسم خلال أيام قرار توقيت بدء السنة الدراسية. هون خلونا معلقين إلى حين إعادة النظر بالسلسلة وعدم تحميل الأهل والمدارس وحتى التلاميذ عبء أكبر من قدرتهم، علماً أنه عدة مرجعيات روحية شجعتهم على هالخيار اللي رح يوضع النواب اللي أصروا على إقرار السلسلة بشكل الحالي مثل ما هو أمام مسؤوليتهم اللي رح يحاسبون عليها الأهالي التلاميذ وحتى الأساتذة خصوصاً بالانتخابات القادمة. إن شاء الله نكون واعيين بالانتخابات يعني القادمة على هالأزمة اللي عم بيعيشونا إياها كمان. في مدارس تبلش أسبوع جاي ما الهيئة يعني تتصور الأهل بأي وضع؟ هلا بيقولوا انه هالقرار قابل للنقاش فان شاء الله يقدروا يتفاوضوا قبل ما يتغير التوقيت. بيستضيف مهرجان البندقية أو فينيس فيلم فيستيفال وهو أقدم المهرجانات السينمائية بالعالم نجوم كبار بدورته الرابعة والسبعين يلي بتنطلق اليوم الأربعاء على رأسهم جين فوندا، روبرت ريدفورد، جورج كلوني، مات ديمون، جينيفر لورنس، ميشيل فايفر وغيرهم أكيد. بتنافس بالمسابقة الرسمية رولا المخرج اللبناني زياد الدويري بفيلم The Insult أو القضية رقم 23 إلى جانب مخرجين من مختلف الجنسيات، ولايات متحدة، بريطانيا، إيطاليا، المكسيك، فرنسا، أستراليا، اليابان والصين، وبيقدموا مجموعة 21 فيلم بعرض عالمي أول. بيضغي الطابع السياسي على فيلم اللبناني تبع زياد دويري اسمه قضية رقم 23 مع معركة قضائية طويلة بين لبناني مسيحي وفلسطيني رح تاخد أبعاد وطنية. بضم الفيلم نخبة من الممثلين اللبنانية عادل كرم، ريتا حايك، كميل سلامي، ديما أبو عبود، إضافة إلى جوليا أسار، طلال الجردي، رفعت طرباي والممثل الفلسطيني كامل الباشا. ويذكر أنه قضية رقم 23 هو الفيلم الرابع للدويري بعد بيروت الغربية، ليلى تقول والصدمة. أكيد هون بنقول له best of luck مبروك، ألف مبروك، مبروك العودة كمان، اشتقنا لأعماله على الشاشة الكبيرة وكاست بياخد العقل أكيد. مبروك لزميلنا عادل كرم وممثلين كلنا بنحبهم وبنعرفهم وناطرين هالفيلم على نار. وكمان هو يعني بهالفستيفال بس انا اكيد رح يكون داخل بكذا مهرجان. بتعرفي فينيس فيلم فستيفال من اعرق المهرجانات أكيد. السينمائيه اكيد مثل او ورق اذا بدك مهرجان كان السينمائي، والسندانس فيلم فستيفال بامريكا يعني له مكانه الخاص. ومش هين ابدا انه زياد دويري ينوجد امام مخرجين كمان بهالمستوى العالمي أكيد بيستحقها. ننتقل لمارك زوكربيرغ بيعلن ولادة بنته الثانية، كمان هون بنقول له ألف مبروك، وهيدي كمان صار عنده بنتين. أعلن رئيس مجلس إدارة فيسبوك مارك زوكربيرغ ولادة بنته الثانية اللي سموها أوغست، ولدت
بأغسطس عبر الشبكة بالذات اللي هو أحد مؤسسيها، ومثل ما عملوا وقت اللي ولدت بنته الأولى ماكس بنهاية عام 2015، كتب الملياردير اللي عمره 33 سنة مع زوجته بريسيلا تشان رسالة لأوغست وتمنوا لها أنه ما تكبر بسرعة وتتمتع بطفولتها. كتبوا الأهل لطفلتهم رسالة ومع صورة family picture إذا بدك، هن حاملين بنتهم الكبيرة وكمان بنتهم مولودتهم الجديدة. الطفولة مرحلة رائعة ومنعيشها مرة واحدة بس، ومش لازم نضيعها من خلال القلق على المستقبل، ما تخافي ابدا. واضافوا بالرساله رح نحاول بكل جهدنا نخلي العالم افضل مما هو اليوم لإلك ولجيلك انت. مع كل التقدم بمجال العلوم والتكنولوجيا رح يعيش جيلك افضل بكثير من ما عايش اليوم جيلنا، وقادرين نحقق هالشيء. زوكربيرغ اعلن كمان مؤخرا على فيسبوك انه رح ياخذ اجازتين قريبا، الاولى عند الولاده والثانيه بشهر ديسمبر. ومذكركم مشاهدينا انه هو وزوجته اسسوا جمعيه تعنى بالطفوله، او مؤسسه تعنى بالطفوله تحت اسم تشانس زوكربيرغ انيشيتيف. ولما ولدت بنتهم الاولى ماكس، وهون اعلنوا او صرحوا انه رح يتبرعوا للمؤسسه خلال حياتهم 99% من الاسهم اللي بيملكوها، وبوقتها كانت قيمه هالاسهم حوالي 45 مليار دولار. أصدر قاضي بالإكوادور أحكام بسجن 20 صياد صيني وصلوا بتوصل لأربع سنين بتهمة الصيد الغير مشروع قبيل جسر الجالاباغوس محل ما لقوا السلطات 6600 سمكة قرش بحوزتهم. صادرت السلطات سفينة الصيد اللي بترفع علم الصين بمنتصف آب، وعلى متنك 300 طن من سلالات الأسماك مهددة بالانقراض أو شبه منقرضة، ومن بين أسماك القرش أبو مطرة أو هامرهيد شارك. قال القاضي أنه أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وأربع سنين. صوري رولا، صدرت بحق أفراد طاقم السفينة لجانب تغريمهم 5.9 مليون دولار. إجراءات دولية بتصور لازم تتاخذ، لأنه مش هني حسب رأيهم هني أخذوا هالمبادرة وطلعوا بالباخرة وعم بتصيدوا، هني عم يعني عم بينفذوا أمر، صح؟ لازم يكون في قرارات وإجراءات دولية. وهي بالنهاية جريمة بحق البيئة وبيستاهلوا. هيدي كانت اب تو ديت اليوم. عنا وقفة قصيرة مشاهدينا، ما في وقفة، رح نضغري عند إلي حتى نتعرف على كل تفاصيل تكنولوجي.